أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تمتلك تجربة رائدة إقليميا ودوليا في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، تستند إلى حزمة من التشريعات والقوانين التي تتوافق مع المعايير الدولية. وقال إن المركز المتقدم الذي حققته البحرين مؤخرا واختيارها ضمن الفئة الأولى في تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول الأكثر نجاحا في مكافحة الإتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأتي ترجمة للجهود الكبيرة التي بذلتها البحرين في هذا المجال. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير المطوع مع السيدة لويز أربر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية بمقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص السيد أسامة العبسي، وذلك على هامش تحضيرات مملكة البحرين للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وخلال الاجتماع أكد المطوع أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وضعت الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق العمال، كما حرصت على مواصلة جهودها في مكافحة الإتجار بالأشخاص انطلاقا من حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية واهتمامها بصيانة واحترام حقوق الإنسان بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص في إطار يقوم على العدالة والمساواة. من جانبها أشادت السيدة لويز أربر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية باهتمام حكومة البحرين في تطبيق أفضل الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية العمالة ومكافحة الإتجار بالبشر، مؤكدة أن ما تقدمه المملكة يعتبر نموذجا متميزا على المستويين الإقليمي والدولي في أفضل الممارسات المتعلقة بهذا الشأن. وتقدمت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية بالتهنئة إلى مملكة البحرين على ما حققته من مراكز متقدمة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.